فالجماعات دي يا جماعة ما بجوز الزول ينضم لها، جماعة الإخوان المسلمين. وإذا كان الرجل ده يعني الذي كتب هذا السؤال، نقول له إذا كان هذا الذي كتب هذا الكتاب يعني أساء فيه إلى أبي ذر الغفاري، فإن جماعة الإخوان المسلمين في قادتهم من أساء إلى من هو أعظم من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر صحابي جليل، لو قرأ الواحد منا سيرته في كتب السير فإنه يعلم مكانته ويعلم فضله رضي الله عنه. وكان من الزهاد أبو ذر الغفاري، وهو جندب ابن جنادة رضي الله عنه. وهؤلاء الجماعة وهم جماعة الإخوان المسلمين كما ذكرت، منهم من أساء إلى من هو أعظم من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كسيد قطب، فإنه في كتابه التصوير الفني في القرآن صفحة 200 قال: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع عصبي المزاج. وهكذا هؤلاء الناس. وقال سيد قطب في موضع آخر، قال وله كتب، مجموعة من الكتب، قال: والثورة التي قامت على عثمان رضي الله عنه من روح الإسلام، قال وفترة عثمان، قال كانت فجوة بين خلافة الراشدين علي وعمر. وهكذا هؤلاء الناس يقعون في الصحابة وفي غيرهم وفي الأنبياء. وجماعة الإخوان المسلمين تخالف المنهج القويم في أمور، من أبرزها كما ذكر أهل العلم أنهم لا يدعون إلى التوحيد، بل يحاربون الدعاة إلى التوحيد كما في هذه البلاد. الأخ المسلم بيشوف الدعوة للتوحيد دي ما من الحكمة أصلا، يقول لك الجماعة دي بيجوا في المساجد ودعاة الفتنة بيتكلموا في المسائل الخلافية. المسألة الخلافية شنو يا أخو يا مسلم؟ المسألة الخلافية إنه الله واحد. الأخ المسلم لو قعدت معاه هو زي شغلته باركوة كلك حلو، يقول لك نحن جماعة سنية وطريقة سلفية وحقيقة صوفية وشركة اقتصادية وهيئة رياضية لجماعة الإخوان المسلمين. كلامي ده ما تقولوا ألفته بالراس، أمشوا جامعة أم درمان إسلامية أول ما تجي داخل، كلام ده أنا قريته قبل 3 سنة ولا 4 سنة في الجامعة دي. أول ما تجي داخل على يمينك في يافطة كبيرة تلقى مكتوب فيها حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين، كاتبين كلامين ذكرته أسيب، لامين الصوفية والسلفية والسنية والاقتصادية والرياضية كلها في جماعة واحدة. عشان كذي من المؤسسين للمؤتمر الوطني الأب فلوساوس فرج، ده من 100 المؤسسين، ده صليب كبير قدر الضربة، نصراني زول، ذاته في النصارى ذاته عندهم خلافات كاثوليك وشنو شنو، وده ذاته مختلفين معه والله الذي لا إله غيره، في النصارى ذاته عندهم راي فيه، وديل جايبينه مع الجماعة ديل. جماعة الإخوان المسلمين يحاربون دعوة التوحيد ويرون أنها ليست من الحكمة، عشان كذي في مساجد وفي غيرها مجرد ما الأخ مسلم بقى عنده سلطة وعنده شوكة في المسجد طوال بيكتب في اللجنة ممنوع الحديث في المسائل الخلافية. ودي أصلا حاجات جابوهن، ما كان في الإسلام حاجة اسمها لجان المساجد، ما كان في، وإنما هذه المساجد هناك من يبني المسجد، وهناك من يؤذن فيه، وهناك من يعلم الناس، وهكذا. فجاءوا لمحاربة دعوة التوحيد، ومن قادتهم من قادة الإخوان المسلمين وهو أول قائد فيهم حسن البنا، وده كان صوفي، حسن البنا كان صوفي طريقته حصافية، وكان يمشي المولد ويمشي قبر البدوي، ده حسن البنا نفسه، وكان في المولد بينشد بعض الأناشيد مع الناس اللي بينشروا. هذه الناس منهج خرب، منهج منحرف، ده غير المسائل الثانية. يحاربون السنة، مشان الدمازين عملوا مناظرة
أخونا شهاب جزاه الله خير ناظر قائد من قادتهم وباسم الجماعة كلهم حارب مسائل كثيرة من السنة. الإسبال يتكلم فيها المسألة تقصير الثياب والمصافحة وعندهم مشاكل طويلة جدا مسائل الموسيقى ومسائل الغنى ومشاكل ثقيلة جدا في هذا الدين وهو دين الإسلام. وهم إذا ذكرتهم بالله بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة سخروا منك لكنتم متزمتين ومشددين إلى آخره. وكما قلت لك أكبر مأخذ على هؤلاء الناس أنهم لا يدعون إلى التوحيد بل يحاربون الدعاة إلى التوحيد ويصفونهم بعدم الحكمة. والله تعالى قال في القرآن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فذا لقمان الحكيم يحذر ابنه من الشرك بالله تعالى. فإذا كان التحذير من الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد دما من الحكمة فكيف لقمان عليه السلام أو رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في أنه نبي أو غير نبي والراجح والله أعلم أنه غير نبي لكن في نهاية المطاف وصفه الله تعالى بالحكمة ومع حكمته بل الدليل على حكمته وظهرت حكمته في وصيته لابنه أنه بدأها بتحذيره من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كلامنا ده كله خدته بجنب أمش مسجد من مساجد الإخوان المسلمين نتكلم قلونا يا جماعة الله قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. وقلونا الله قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلونا ما بجوز الزول ينادي المشايخ ولا بجوز يتبرك بالأتربة وإنما الناس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إما عارضوك ولا اعترضوك تعال قابلنا قل له الناس اتبع السنة رسول قال كذا والله قال كذا سبحانه وتعالى وقال في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحذروا من البدع. فطوالي جماعة الإخوان المسلمين بيعترضوك وبيفوا ضدك ده غير الأشياء الأخرى التي عندهم والتي في كتبهم كمسائل التكفير وما جاء به السيد قطب من تكفير المجتمعات ومسائل الخروج عند الإخوان المسلمين كالقرضاوي وما يدعو إليه وهكذا وهكذا والتوسع في مسائل الضروريات. والمسلمين ده الملخبطين الدين ده فوق وتحت ملخبطين. ولو قعدنا نفصل من كتبهم ومن مراجعهم ومن قادتهم لطال المقام. ويتجينا نحن ننصحك لوجه الله سبحانه وتعالى لا تبقى أخو مسلم ولا تبقى تكفيري داعشي زي السؤال اللي قدمه قبل دواعش ديل. لأنه كثير من الناس مجرد ما دعيت للتوحيد يقول لك انتوا دواعش. داك في المناظرة قال لأخونا شهاب لأخينا شهاب قال له في الدمازين أنا حاضرة قال له انتوا دواعش والدليل على أنكم دواعش قال لك كتاب محمد عبد الوهاب التوحيد بدرسوه ناس داعش. هسه ده دليل يا جماعة. طيب داعش بيقروا قرآن ولا ما بيقروا قرآن؟ بيقروا قرآن. ها رأيك في القرآن شنو؟ ها القرآن برضو ناس القرآن برضو داعش وده فاهم شنو ده؟ وقروا كتاب يعني خلاص وكتاب التوحيد ده في نهاية الأمر ده كتاب يعلم الناس العقيدة الصحيحة. قروهن ولا قرو غيرهن لأن هيسرنا انتشار التوحيد. شهاب جزاه الله خير رد له لكن في نهاية الأمر نحن يسرنا انتشار التوحيد لكن هؤلاء الدواعش وغيرهم من التكفيريين والسرورية نحن نأخذ عليهم مآخذ كثيرة من أنهم يضيعون الشباب وأنهم ينفرون الناس من دين الإسلام. دواعش تفجيرات وتكفير وتقتيل إلى آخره وتحريق ومشاكل كثيرة جدا. وداعش دي الآن بقت نبزة والحمد لله. زمان العلماء حاربوها وتكلموا فيها بدري شيخ العباد والشيخ سليمان الرحيلي
وغيرهما من المشايخ والعلماء يتكلموا نحسبهم الله وحسيبهم، تكلموا حذروا منا بدري، وإلى الآن نحن نحذر الناس منها. ناس يقول لك امرقة في الصومال وامرقة في ليبيا وامشي سوريا وامشي وين، وقاعد في بلدك دي. طيب انت ما تبقى ماري انت برضو؟ لا لا انا ما، طب لازم اعلم الناس زيل عشان يمرقوا. طيب اولادك ما يمرقوا برضو داري اعلموا الناس؟ اولادك برضو ما تخليهم يمشوا؟ لا لا ما انا، وتلقى راكب لبرادو وانت مغبر وتعبان وسايق ركشة والسلك بتاع الكلتشي مقطوع، ولا بنزي تعبان واقف في الصف بتاع البنزين الله يفرج على المسلمين والى اخره، وتجي يقول لك اسمع البلد دي كتمت انت ابقى ماري. انت مع الكتمه دي اذا هجام براك تقوم شنو؟ تبقى مارق. وين يا مسلم؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الامام جنة يقاتل من ورائي. الحال الجهاد الشرعي ده بكون ورا امام ورا حاكم، ده واحد، ده جهاد الطلب. اما جهاد الدفع ده بعد يجوا بلدك وخلاص الشغله، بعد ده اي زول بقى بعد ده من مات دون عرضه فهو شنو؟ شهيد. لما جو بلدك ده بعد ده اسمه جهاد الدفع، ده امره اخر. اثنين، مسائل التفجير دي العلماء تكلموا فيها، دي من الانتحار. قال الله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. عشان تعرف الناس ايش شغلتهم مجوبك. الزول التفجير ده شنو؟ بيلبس له حزام ناسف، حزام فيه طلاء فيه غنابل ومتفجرات اشياء زي دي، وينط في الجماعه يفجر نفسه ويفجرون. وده الجهاد كذي، الرسول عمل كذي صلى الله عليه وسلم. ولا الرسول بيلبس الدرع، بيلبس الدرع. وانت بتمشي عشان تموت انت، ولا تمشي عشان ترفع كلمة التوحيد؟ الجهاد ما هو الجهاد؟ لتكون كلمة الله هي شنو؟ العليا. الشكي بن عثيمين رحمه الله تعالى يتكلم في النية ذاته، في مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات. وتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ابن عثيمين قال الزول ما يمش من بلده، قال الرجل لا يخرج من بلده ليقاتل ليموت ويظن أنه بهذا يكون شهيدا. انت مش من بلدك ماشي تقول انا بس ماشي للشهاده، ماشي اموت شهيد. قال: وانما بنص هذا الحديث يقاتل لتكون كلمه الله هي شنو؟ العليا. فاذا قتل فهو شهيد. فهمت المساله؟ انت مش من هنا تقول انا ماشي خلاص ماشي اموت شهيد. ما تموت شهيد كيف؟ تمشي من هنا عشان تكون كلمه الله هي العليا بنص هذا الحديث. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. بعد كتلوك بعد أو أنت شهيد، وبعدين أنت تعمل السبب كما ذكرت لك. أنت النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الدرع، لو كان أصلا بس المقصود تمش في نصهم وكتلوك وتقتلهم خلاص، ما كان الصحابة لبسوا دروع، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع وعمل السبب. أنت بتشيل سيفك ولا شايل بندقيتك وتعمل السبب وإلى آخره، وتقاتل بكل شجاعة، ولا تقصد مجرد الشجاعة، وإنما تقصد وجه الله والدار الآخرة، وتقصد رفع كلمة لا إله إلا الله. فإذا قتل العبد بعد هذه الأمور فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما ضرب الدواعي ضرب منحرف يا أخي، والدين ده تتبلغ الناس الدعوة أول شيء، قبلوها خلاص، ما قبلوها بعد ديت لو حاكم وعندك شوكة بعد ده. الله قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في سورة البقرة وفي سورة الأنفال، ويكون الدين كله لله في سورة البقرة: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انت أول شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أخذ الراية قال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
ويقيموا الصلاة إلى آخره، إلى أن قال: فإن فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بدعو الناس للتوحيد، لو أصلا شغل بس من بداية قوة وكذا وكذا وكذا، ما كان من أول يوم شال سيفه وقتل أبا جهل وأبا لهب وانتهى من الجماعة وقال لهم بس خلاص الشغلة دي بس قدام، كان لكن دعاهم من أول شيء. أنت تدعو الناس، الزول اللي استجاب الحمد لله ده أخوك، الما استجاب لما تكون حاكم مش تكون زول زي وزيك تجي تقول له يا عمك أسلم، لا ما معاكم، انت قلت له زي تحاكم اللي بيطبق الحدود منه مش الحاكم. نصوص كثيرة بتلقى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لو ما كان في إذن من الحاكم وأمر من الحاكم وحكم شرعي كان عمر بن الخطاب بيسأل ولا بيستاذن ولا كان بس بيغلط طوالي شنو هاي، لكن يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، معناه شغلة فيها شنو، فيها حاكم وفيها تطبيق، وإلا لو خلوها فوضى ساي كان أي زول بيمسك لزول بيقتله، كان عنده شكل معاه ولا قروش ولا حاجة كتله يجي يقبضوه يقول والله ارتده، والله ارتده الزول وده كلم في ده يقتله، ده شغلة بتجود ساي، لكن شغلة دي بالحاكم. الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعدين ده ناس بيروجوا للمنهج ده في البلد دي وإن لم ينتسبوا إليها ما يغشوك، منهم عبد الحي يوسف أمشي سألوا قول له حكم التفجيرات شنو، والعمليات اللي بيسموها استشهادية انتحارية، قول له حكمها شنو، قول لك دي من الجهاد نازل أسي، خش اليوتيوب بتلقى كلامي ده، خش أسي تلقى خالك ده قاعد عبد الحي يوسف قاعد يقول لهم، وقاعد الغريبة هو راكب عربية ومكيف وأمور ومجيها ومسجد وذاته براده، أنت شفت أنا ما أعرفه، لكن بيكون بعدين هو أمور واضحة، وأنت يقول لك أمرك أنت ما تمرك، أنت الرسول بيقول جهاد صلى الله عليه وسلم وبكون قدام، ما شفت يوم أحد قال لك، قال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ده كذي شغل أراح الجهاد وهو قدام، ده لأنه دين جد، لكن أمشي الجهاد وهو قاعد في المنبر، وهؤلاء الطواغيت وقاعد، وإنه البلاد ديك وقاعد في البلد دين، أنت ما تمرق، أنت ما عندك جواز عندك وقاعد تلف البلاد الثانية ديك ما تمرق، أنا بنطلع لك والله أنا بتبرع به وعوضنا الله بدينا وأجيب لك، أنت بس أمرك ثاني ما نشوفك في البلد دي، لكن قاعدين هنا يا جماعه لافين في البلد دي انا ما تضيعوا زمانكم، تبقى داعش والناس نقول لهم يا جماعه صلوا وطبقوا الدين بيزعلوا، خليه يبقوا داعش مره واحده، ونحن ضد داعش ومنهجنا بيختلف من منهج داعش، ترك تكفيرين. هذا تفضل. نعم، الاستدلال باثر البراء رضي الله عنه لا حجه فيه من وجوه. الوجه الأول: الجهاد الذي كان فيه البراء رضي الله عنه كان جهادا شرعيا تحت حاكم واحد، وكان في قتال مسيلم الكذاب، دي أول مسألة إنه الجهاد ده كان شنو شرعي. اثنين: البراء رضي الله عنه فعل هذا أمام أعين الصحابة، فكان كالإجماع بالنسبة لشنو الصحابة في النقطة دي بالذات. ثلاثة: البراء رضي الله عنه اتخذ هذه الوسيلة لما
أصاب المسلمين ما أصابهم من حديقة الموت اللي هي حديقة مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة عنده حصن منيع والحصن بابه مقفول والمسلمون من الخارج والكفار المرتدون أو أصحاب مسيلمة من الداخل، وكانوا يرمون المسلمين والمسلمون في الخارج والحصن شنو مقفول. دي نقطة من النقاط، يعني الوضع ده ذاته بيختلف من انه ده الكفار تجي في نصهم انت دار حزام نازف اقلعوا من 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 قاشك ده ارمي فيهم انت الا تقع فيه وانت معاهم، انت الحزام ده ما ترميه وكذي فيهم. دي واحد. المسألة اللي بعدها، البراء رضي الله عنه لم يقتل، هي ذاتها اللي حصلت دي. البراء رضي الله عنه لم، لا شكله شيخ ادم عنده تعليق. البراء رضي الله عنه لم يقتل حتى لما ألقي شنو في حديقة الموت وفتح الحصن بسبب البراء، قاتلهم حتى فتح الحصن، هو لم يقتل بسبب هذه شنو الفعل التي فعلها رضي الله عنه، وكان بسببها النصر للمسلمين، لأنه فتح الحصن بعد التقى المسلمون وهؤلاء الكفار ففتح الله على المسلمين. أما ده بيلبس الحزام الناسب ده ما في مجال للحياة أصلا إلا يشاء ربي شيئا، ده بقى كذب وده بيقتل نفسه أول واحد هو بيموت بعد ذاك شنو يموت. أما البراء رضي الله عنه فعل هذا الفعل وفعل به وألقي وهو نجا رضي الله عنه، نجا في النهاية. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال البراء، الشيخ جزاه الله خير ذكر وجوه الرد على الخوارج للاستدلال بهذا الأثر على العمليات الاستشهادية كما يسمونها، فيكفي أن يقال لهم المفجر نفسه هذا قتل نفسه أو لم يقتل نفسه، وبراء لو قتل قتل نفسه، ألا يكفي هذا؟ هذا الذي يفجر نفسه للمفجرات قاتل النفس؟ نعم. هل براء قتل نفسه أو قتله الكفار؟ لو قتلوه ليفتح الحص، إذا قتلوه قتله الكفار صحيح، وأما هذا فقد قتل نفسه. أيوه، الشيخ ذكر الأدلة القوية، ومع أن الجهاد هذا وراء حاكم مسلم، لكن هذا ليس قاتل النفس، الصحابي ما قتل نفسه، ذهب ليفتح الباب صحيح؟ واضح أمامك؟ ايش أقول لكم بتمشوني صحيح؟ لا لا واضح كلامك واضح. أما القصة الثانية برضو لو شيخ آدم عنده فيها تعليق يعلق، اللي هي مسألة الغلام برضو ما فيها حجة بالنسبة لهؤلاء، ودي احتج بها عبد الحي يوسف في كتابه حوار مع شاب، احتج بهذه القصة على جواز العمليات هذه التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، وهي عمليات انتحارية وما فيها دليل، لأنه كما ذكر أيضا الشيخ وهذا يشبه ذاك، الغلام ما قتل نفسه، وإنما الغلام الذي قتله هو ذلك الملك الذي يدعي الربوبية كما في صحيح مسلم في حديث البراء رضي الله عنه. بعدين الغلام لما قتل انتشر الخير والإسلام، وأما هؤلاء ورغب الناس في الدين بسبب هذا الغلام، أما هؤلاء فبموتهم بهذه الطريقة ينفرون الناس عن الدين، والغلام كان في من كان قبلنا، حتى وإن كان فعله خطأ، ده لو كان خطأ وما خطأ، لو كان خطأ ده في من كان قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شرعنا، أما إن خالف شرعنا فليس بشرع شنو لنا، لقوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا وأشياء أخرى ووجوه أخرى ذكرناها في موضع آخر.
بالنسبة لي قال سيرجادور وآل غالي وطبعا رمضان جه وعمك ده حيرنا والله الذي لا إله غيره. لأنه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء شنو عمله. ونحن في نهاية الأمر نسأل الله يتوب عليه يتوب عليه ونعلم أن نرد عليه ذول من أهل المعاصي أو ممن يروج لهذا الشر. ما تفتكر نحن بندعال على الناس أو شايفين نفسنا أفضل من الناس أو كذا أو كذا وإلى آخره، وإنما نخشى على الناس من عذاب الله تعالى. أنا كنت داير أفصل في باقي الجماعات لكن الناس السهر كتر عليها وجد بتاع السيرجادور ده وظنه كتب ود النار جنه وجن السيرجادور، بس كل مرة السيرجادور ما أعرفه جا من بيجاه السؤال بس ده ولا ده أبو منصور خلاص بقيت زي شبكة ود النار منصور. فالنصيحة أولا قبل بتاع السيرجادور ده إنه الزول يا جماعة يكون حر، لا تبقى صوفي لا مع الإخوان المسلمين لا مع الدواعش ولا تبقى مع الجماعات الأخرى ولا أي جماعة ولا نحن ذاته، أبقى بس حر مستقيم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لقيت آية حديث والفهم الصحيح لها طوالي طبق في نفسك، حافظ على الصلاة في المسجد وخليك ذو الموحد، تيدع الحجبات وما تتبرد بتراب ولا تنادي الأموات ولا كذا ولا كذا، وما تخش في أي جماعة من الجماعات، لأنه الله قال في القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تبقى أخو مسلم ولا مؤتمر شعبي ولا وين ولا قادري ولا تجاني ولا سماني ولا أنصار سنة مركز عام ولا أنصار سنة إصلاح ولا جمعية ولا أي جماعة من الجماعات، أبقى حر مستقيم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم.